أخبار اليوم. واتحكم بإثبات النسب، وده جهد الأستاذ محمد عبد الله الدكر المحامي، هو وكيل عن زينة في الأحوال الشخصية. الحمد لله ونحمد ربنا على الحق العدل اللي طلع ليها ولولادها، واحنا مش طالبين حاجة غير الحق، الحكم العدل اللي طلع، والحمد لله على كده. ونشكر القضاء النزيه المصري، واحنا كنا مطمئنين جدا لان فعلا عندنا قضاء عدل ونزيه وشريف. وشكرا. ده درجه في التقاضي ولا لا؟ ده اول درجه، يعني ممكن في استئناف في خلال 40 يوم.